إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله صيام مقبول على الجميع. بالنسبة لفترة مراجعة السادس هي فترة مهمة جدا، يعني بهاي الفترة أكو هواي استفسارات من الطلاب بخصوص هواي مواضيع وكلها أنا شفتها، وإن شاء الله حنناقشها إحنا سوا بهذا الفيديو. خلوا هذا الفيديو اعتبروه ريست من الدراسة مالتكم، وحاولوا تستمعون بتركيز لحذافير الكلمات اللي راح أقولها، وإن شاء الله تستفادون طبعا. بداية أكو طلاب يقولون إنه إحنا بغض النظر إنه أكو طلاب بدأوا بشهر الرابع أو أكو طلاب بدأوا بشهر الخامس، الفيديو هسه حاليا ده صار بشهر الرابع، ما أعرف إنه راح نشرب الخامس أو لا، لكن بكل الأحوال أنا محضرة فيديو ومحضرة فيديوهات هواية بس ما تعرفون الشعور من إنه الظروف انعكست وياي، والكاميرا أيضا احترقت وش فلاش براحت كل الفيديوهات والصور، فدا أعيد بيهم. الحمد لله على كل حال. بالنسبة لي هسه المهم، أهم فقرة إنه الطلاب يخلوها ببالهم، لأنه فترة المراجعة عندكم مثلا شهر الخامس، أكو طلاب يقولوا حنبدأ بشهر الخامس 1/5 بس راح نبدأ ويانا نقوصات. أكبر غلط يسويه طالب السادس وأسأله هم من الطلاب المعيدين إنه هو يبدي مراجعة، يعني يبدي مراجعة وهو عنده نقوصات. يعني شنو النقوصات؟ النقوصات هي انه فلان فصل ما قاري نهائيا ولا يعرف محتواه ولا يعرف كل شيء بيه. يعني اكو فرق ما بين اكمال النقوصات واكمال المنهج. المنهج يعني انه انتم مدرسة عافتكم والخصوص عافكم وراح تبدون من جدة وجديد، هذا يسموه اكمال منهج، فهذه هم تبدون بها قبل المراجعة، تمام؟ حتى لو تتأخرون بالمراجعة، وسبق أنا قلت للطلاب هي حتى لو تبدون 20/5 نهاية الخامس تبدون مراجعة، أنتم مضبطين كل شيء أفضل من ما أنتم ما تبدون بأي شيء، يعني تبدون إنه عندكم نقوصات. بحجة شنو؟ بحجة ماكو وقت أنا أضبط أكملهم أكثر، أوكي؟ هاي فقرة. فقرة أخرى أن الطلاب أنبههم عليها بأنه من يجون يقرون المادة مثلا عندهم صعوبة بالرياضيات، فشي يسوون؟ يخلون الرياضيات على طول فترة المراجعة مالتهم. يعني مثلا هم كانوا يقرون فيزياء فيخلون اللي قبل اللي ينامون أو يخلون ساعة معينة يقرون بها رياضيات. مهما كان أي طالب عنده صعوبة بأي مادة، مو شرط أو مو ضروري أخلي هاي المادة بكل المواد البقية. مثلا ساني كنت بوقتها كان عندي عربي نقص، يعني شلون نقول مو زينة نهائيا، بس مع ذلك ما خليته من ضمن المواد، يعني إلى وقت خاص بي. بديت بوقتها أنا تقريبا مراجعتي كانت شهر ونص، هيش شيء إيه نعم شهر ونص كانت. خليني أقولكم بالتفصيل، من قعدت من المدرسة 28/3 ما كنت يعني ما كانوا مكملين المنهج، يعني قعدت وحدي أكمل نقوصاتي وأكمل كذلك إكمال المنهج وحدي على اليوتيوب يعني وهالأمور. فشنو أخذت حوالي 5 أيام أو 10 أيام أكمل بيها النقوصات، والنقوصات كنت أكملهم بحيث من كنت أفتح مادة معينة مباشرة أروح على هاي المادة. عندي مادتين، أخلي مادة فهمية بالليل وأخلي المادة الحفظية الصبح أو العكس صحيح كيفكم. بغضون 5 أيام أنا مكملة كل النقوصات. ومن ناحية بأنه الطلاب يقولون يعني مثلا انا بوقتها بديت بشهر الرابع كان مثلا نقصت 10/4 بديت اراجع. من بديت اراجع اكتشفت انه انا عندي يعني شلون ابغاك اول مره اقرا، عبالك اول مره اشوف هذا الفصل وناسيته من نص السنه او من العطله، هذا الشيء طبيعي. يعني بديت مراجعه او اول شيء بديت اني بيها الفيزياء المراجعه الاولى، من بديت فيزياء بديت من اخر ايام الجدول الوزاري، وهي بكيفكم صراحة، لكن الأفضل بهذا الشكل على مود تخلون العربي والإسلامية على آخر شيء. حتى لو تأخرتوا وبدأت الامتحانات الوزارية أنتم ماشيين بتسلسل المادة الأول الأولى والثانية العربي والإنجليزي ببالكم، يعني تمام. من بديت أراجع فيزياء أنا كل ما دخلت لها أسبوع ما كان لا عندي ورقة وقلم، يعني جدول وورقة وقلم لا، يعني كنت محسبة ببالي بأنه عندي يعني كل أسبوع مادة، يعني الفيزياء بغضون أسبوع لازم إن شاء الله أكملها وياها الأسئلة الوزارية.
بديت المراجعة وأنا عندي فيزياء، قرأت الفصل الأول خلصته بساعتين، الفصل الثاني بعد، الفصل الثالث أكمل المنهج، ما أقرأ وزاري كل أسئلة فصل، يعني كل فصل أقرأ وزاريات. هذا الشيء آخر الطالب، وهذا الشيء يساعدك، يعني مو يعني قصدي يساعدك، يعني مثلا أنت استوى قرأ الفصل وتقرأ وزاري، يعني هذا الشيء راح تتذكر كل المعلومات، وأنا ما أريد هذا الشيء منك، تفتهم شلون؟ فالأفضل إنه أنت تبدي مراجعة المادة كلها، تخلص المنهج وتمتحن نفسك بأسئلة وزارية كافة المنهج، تمام؟ هاي قلت فقط. لكم الفيديو ممكن راح يصير طويل شوية، فحاولوا تجيبون لكم شيء تشربوه على مود ان انتم هم لكم رست واستراحة من الدراسة مالتكم، وكذلك نكمل بعض الاستفسارات المهمة. شوفوا، اول شغلة حابة انبهكم عليها بفترة المراجعة، قلت لكم بخصوص الفيزياء، قلت لكم كم فصلين وهالامور وكذا، انا ما حاب اطول على هذا الشيء لان سبق يعني قايله هالامور فيديوهين بنتكلم عليهم باليوتيوب خصوص المراجعة. أول شغلة حابة أنبه عليها هي إنه مثلا خلصت الفيزياء أنا مو أسبوع، بثمان أيام أتذكر خلصت الفيزياء، بعدها بديت أقرأ أسئلة وزارية. الأسئلة الوزارية لكل مادة أنا موجودة بالقناة، مكتوب بصمة الأسئلة الوزارية، حاول تبحث عنها وتلقاها، يعني قايلة كل السنين لكل المواد. 2013 الفيزياء والكيمياء لأنه متغير المنهج. بديت أقرأ شفهي موبايل بيدي، وأبدي أقرأ السؤال الوزاري، أشوف السؤال أحله، أكو سؤال ما أعرف أحله ما يخالف، أشوف الجواب النموذجي وبعدها أحله، وهكذا الأسئلة المسائل أحلها بيدي. النشاط أعيد أكثر من مرة شفهيا، إذا أبي رسم أحاول أرسمه على مود أتذكره، وبهذه الطريقة إحنا يعني كملت الفيزياء الحمد لله. الفيزياء ما تعبتني حيلي، انا كنت احب هالفيزياء، ويعني كنت الحمد لله شاطره بيها، عاد دفتر استاذ هم قريتها فقط، ما عدا بعض الفصول الكتاب، واكيد يعني قريت النشاطات، يعني شلون نقول رسوماتها موجوده بالكتاب. بعدها بديت المواد، ما اتذكر يا ماده وراها، بس يعني الطريقه بشكل عام بديت بها بهذا الامر، يعني كل ماده اسبوع، اكو مواد اكثر من اسبوع طولت، يعني الكيمياء كنت اخذت لها اسبوع، صار عندي ظرف بيها، ووراها كنت خاله رياضيات، فاخذ الاسبوع مال الكيمياء طفر على الرياضيات، فاخذت من الرياضيات، ومع ذلك كان عندي تكامل نقص. فيعني بهذا الشكل، يعني صراحة هو ضجت لأنه ما قدر أكمل الكيمياء، مع العلم كان عندي نقص العضوية بالكيمياء، قرأت عسة نجوان الله يذكرها بالخير، مدرسة الكيمياء باليوتيوب، فبهذا الشكل كملت، يعني كملت نقصي بالعضوية، وبذلك كملت المنهج مال الكيمياء، بس شنو طفرت، يعني أنا 3 أيام مدري 4 أيام طاروا من عندي من الأسبوع، ف عوضتهم بأسبوع رياضيات، ومع ذلك ما صار عندي خربطة. ليش؟ أولا أنا ما عندي ورقة وقلم، ما كتبت الجدول بيدي، بس شلون دبرتها بعقلي؟ شوفوا أكو عدة دراسات، هسه راح أتكلم بنهاية الفيديو عن الدراسة برمضان، بس أمل إن شاء الله فيديو صار طويل، ما أحب الفيديو صار طويل. المهم فقلت لكم يعني إنه أنا بديت عندي نقوصات كانت، وكذلك كان عندي ظرف بالمراجعة، صار عندي ظرف إنه أني ما كملت المنهج، عبرت على الأسبوع مال المادة الثانية، فكملت هالأمور، بس كنت خالي ببالي انه انا عندي وقت بعد طويل، يعني انا بشهر الرابع بدأ اراجع، وبعد عندي الخامس، وامتحاناتي تكون يعني تكون 30/6 هيش الشيء، لا امتحاناتي ما اتذكر ايش وقت، بس هي يعني شهر ونص قريت تقريبا هيش الشيء، اي كانت يعني نهاية السادس، اي نهاية السادس، بس لا عبالكم الرابع والخامس والسادس نصه انه اني فترة طويلة للمراجعة، لا اني مواد بس عني عبالك اول مرة اقراهم، بس من كنت اخلص فصل معين وبعدين ورا دقيقتين احس نفسي ناسيت، ترى ما ارجع لبعد. ليش؟ انه اني عاهدت نفسي من ابدي مراجعة، دا احكي وياكم انه انتم تبدون مراجعة تقولون هذا الفصل راح اقراه بتركيز كانما اخر مرة بحياتي راح اقراه، وكانه بعد ما اقدر ارجع له، خاف لا سمح الله يصير عندكم ظرف، يصير عندكم فتحة طارئة، ما تقدرون ترجعون وتراجعون المادة بشكل عام، انتم قاري بتركيز، والطالب القارئ بتركيز ما راح ينسى اي شيء، صدقوني، لان من راح يشوف ورقه الاسئله قدامه راح يعني دماغه تدريجيا راح تجي له المعلومات والافكار، تمام؟ هاي فقره، فقره اخرى انه بعد ما ترجعون الفصل هذا من انتم تكملوا،
فكملت المادة. أنا ما خايفة، صح مرات يجي تراودني أفكار أنه أنا ناسي المادة، أنا ما راح أجاوب، أنا ما راح أطلع معدل، هاي المادة مضبطتها ما راح أجيب بها 100. هاي أفكار كلها متأكدة تجي كل بال كل طالب، بس مع ذلك خليه يستمر، تمام؟ لأنه هاي أفكار مجرد وسواس وهمي، لأنه الطالب القارئ بتركيز ما يخاف، أوكي؟ القارئ بتركيز أبدا ما يخاف. فقرة أخرى بأنه بخصوص العربي اللي كل الطلاب يكرهوه، وضحت العربي شلون أقرأني، وضحت الملازم اللي قلت عليهم فقط على أستاذ عقيل. شوفوا العربي يعني مو كل مادة أسبوع، فالعربي ما سويت أنا 4 أيام 3 أيام مثل كل طالب يسوي، لا. العربي بديت إنه أقرأ الصبح قواعد وبالليل أدب، لأنه قراءة الصبح بالليل جدا مهمة. النوم قبل النوم واحد يقرأ يتذكر المادة لليوم الثاني. وبالنسبة لي القواعد شو اسمه، القواعد كنت أخلص الصبح من الفجر. ها، وإذا ما أعرف إذا أنتوا داخل مبرهنات عندكم لولا، بس أنا كنت يومية بالليل قبل لا أنام أقرأ مبرهنة على دكتور مرزا، وهالأمور يعني كانت تفيدني في قراءة المبرهنة والأمثلة كذلك. على العموم القواعد من كنت أقرأ كانت مزة محلولة، فكنت أغطي المثال وأبدي أقرأ، أغطي المثال المحلول وأحله شفهيا. يعني ما أقولكم على المعنويات زفت بالقواعد اللي أبد مو زينة بي، بس مع ذلك خليت ببالي شغلة إنه إحنا عدنا شقد 7 مواد. إن شاء الله أنزل لكم فيديو عن الانسيابية، الاستمارة الإلكترونية أقصد، ولا هالأمور بفيديوهات لاحقة إن شاء الله والتقديم. على العموم أنتوا عندكم 7 مواد، أخذوا نصيحة من واحد اسألوا مجرب واسألوا حكيم. 7 مواد أنتوا عندكم، تمام؟ يا مادة أنتوا ضعيفين بها، أكيد راح تلقوا عندكم مادة ضعيفين بها فد نوم، ومادة يعني نص ونص. يعني مثلا سأحكي لكم عن نفسي، 7 مواد عربي أبدا مو زينة بي نهائيا، وكيمياء نص ونص أنا بها، واضح؟ إيش قلت؟ جتني أفكار ببالي، أنا راح أعيد سنة، راح أأجل مادة الدور الثاني، راح ما أطلع معدل، راح أضيع تعب أهلي، راح أخلي الناس يشمتون بي، راح أعيد الثانوية كحال أي طالب عاد سنة، أنا مستوى طالبة طبية، أنا مو شاطرة أبد، مؤهلاتي ما تسمح لي، ما خليت خصوص زين، سخطت هواية، راحت مني أيام هواية. هاي كلها أفكار تجيكم بفترة المراجعة، كلها ما أبيكم ما تفكرون، هي تلقائية تجيكم هالأفكار طبيعي، بس أنتوا الحلو لازم تسووا ما تستسلمون هالأفكار، يعني تقولون أوكي تمام لازم أبدي من جديد، أوكي؟ ماكو واحد ما يخطأ، كلنا نخطأ وكلنا نسخط وكلنا ما نجاوب زين وكلنا يعني هالأمور، واضح؟ تفتهموا علي؟ فطبيعي. فأني يشهد ربي هاي كل الكلام اللي أقوله هو يعني حرفين عن العشت بفترة المراجعة. فترة المراجعة الحمد لله يعني كانوا أهلي مقصرين وياي دائما إنه هم يساندوني، مثلا من يجي أحد البيت أو مثلا ما يعني ما يقولوا لي على شغلة معينة، كنت أقرأ يعني الحمد لله وحدي بغرفة، وكنت أمر فترات عصيبة، كنت أبكي ما حد ما يدري بي، مع ذلك كنت مثلا أنزل يمهم، مثلا أنا كنت مخلصة. أكثر فترة سخنت بها هي فترة المراجعة، صدقوني والله والله أكثر فترة حسيت نفسي كسة أنزل أضحك أقعد وياهم أبغى وياهم في شيء، هي فترة المراجعة مو فترة مدرسة ولا عطلة. ليش؟ لأن بالمراجعة نقرأ مادة ما لنا منها، كلش ما لنا منها، يعني من كثر ما قرأتها بوقتها هواي، من كثر ما ركزت بها قبل هواي. أنا استمتع أن ضميركم أن أنتم قرأتوا قبل سين، لكن المراجعة كانت فترة حلوة بالنسبة إلي، فترة أقول بها إن شاء الله آخر فترة بحياتي بتجربة السادس، آخر فترة إلي بهاي المرحلة. إن شاء الله السنة الجاية أنا جامعة، وإن شاء الله السنة الجاية أنا كل الكتب والملازم راح أشملهم من عندي وهالأمور. فشنو دائما كنت يعني خالة ببالي إنه أنا راح أسوي اللي علي وراح أتعب، والله ذا يبوع علي دا أتعب بصدق، واللي تعب يلعب بالأخير، اللي تعب يلعب. كان عندي ثقة الحمد لله إنه أنا سواء طلعت معدل أو ما طلعت معدل أنا سويت اللي علي. مرات تجيني أفكار أقول إذا أنا ما طلعت معدل أروح غير كلية، لو أعيد سنة، لو أسوي ترشيح، لو أكمل سنة، تجيني هو أفكار. بعدين قلت أنا يمتحن على ما أفكر بيش أمور زين.
سالفة التسريبات وسالفة المرشحات وسالفة المراجعات المركزة، كل هاي أشوفها بالأخبار وبالإنترنت وهالأمور، بس ما كنت أدوخ بالي بيهم. دائما أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة، أوكي؟ فقلت لكم يعني كان فقط مصادري نفسها اللي اعتمدت عليها. أكبر غلط يسوي طالب السادس إنه هو يغير مزمته أو مراجعته على مدرس آخر هو كان معتمد عليها سابقا، أو شنو هذا المدرس زين وكذا طالب نصحني بيها، وبيا فترة أنحس فترة اللي هي فترة المراجعة، هذا الشيء اللي من باكم نهائيا. لذلك الاختيار الصحيح يكون من البداية. عمري ما غيرت مصادري ومزاماتي، ليش؟ لأني من البداية ما اختارتهم صح، أوكي؟ فلا تغيرون اي شيء واستمروا اللي انتم عليه. خافوا تقولوا هذا الاستاذ مو مؤهلات الزينه، هذا الاستاذ مو جدير بالوزاري، كذا وكذا. انتم بالاخير كلكم حطبون وزاره، لا درجات لا ملازم لا كذا، يعني بالاخير كلكم راح نفس الاسئله راح تجيكم، وكلكم راح ترجعون باسئله وزاريه، تمام؟ فالطالب يقول لي منال مثلا هذا الفصل قاري على غير استاذ، اقرا على غير استاذ، همينه انت اقرا اللي انت تقراه على ايام الزمن تقرا كنت، كمل بهاي المنظمه بعدين راح تجد حل اسئله وزاريه، تمام؟ اي طالب عنده ضعف بماده معينه بفصل معين ويحاول يمشي على ايام الماده الاخرى غلط. يعني اقرا تكامل عندي نقص بالتكامل واني ادرس عربي، هذا الشيء ما احبه ابد، هو مو غلط غلط بس ما حلو، تمام؟ حتى لو تاخذون ايام الرياضيات طويله تصير في سبيل تكملون المادة همين عادي. بالمناسبة التفاضل خصم 3 أيام، صح شوفوا مواضيع هواي بس ترى سهل، لا تحلون الأفكار المتشابهة، ماكو أي ثنائي وماكو أي خارجي، تمام؟ فقرة أخرى أقولكم همينة إنه هي منتجون تشوفون سؤال ما تعرفون تحلوه، حلوا بيتكم يعني ورقة وقلم، التمارين أو الأمثلة. الطالب اللي عنده نقص بالتكامل او خلينا نقول ضعيف بي، هو مو يقرا الاسئله مالته، طبعا شوفوا التكامل افكاره ما تجي خارجيه، يعني شلون اقول، كلها من الكتاب بس مع اكيد مع تغيير الارقام، كلها من الكتاب وكلها من الاسئله الوزاريه. يعني انا شخصيا بوقت التكامل كانت ضعيفه بي، فسويت راجعت على ملف دزيت مال استاذ قصي من 99 مدري من 97 الوزاريات مال التكامل، بحيث شملت كل افكار التكامل. بعد ما عندي حجه ان التكامل مو زين بي، ماشي؟ وبهاي الامور نجي على الاسئله الوزاريه من خصون مثلا اني هاي مزمتي خلصتها وخير على خير، تمام؟ اجي افتح الاسئله الوزاريه والاجوبه النموذجيه مال الوزاره، ما اقول انا من هذا الاستاذ زين لو لا، وانه كذا استاذ عنده مزمه وزاريه، انا دا احكي فقط عن اجوبه نموذجيه مال الوزاره وكل الادوار وكل السنين خارج القطر ما كنت اقراها. ليش؟ لانه اعرف انه هي يعني شلون نقول كانت شوي صعبه صراحه، بس كنت اطلع عليها بس بنسبه خلينا نقول 20%، اي 20% كنت اقرا خارج القطر، بس يعني انتوا يا دوب تكملوا هاي اللي عندكم داخل القطر، طبعا كل ادوار وكل السنين حتى التمهيد وكل شيء كل شيء. من كنت اخلص هالماده بديت بيها، انا يعني كنت مخلي ببالي انه بعد اسبوع راح ابدي بماده ثانيه، بس بعد انتم متخصصون ماده تجون تقولون الاسئله الوزاريه، احاول ما اضيع اي ثانيه واي دقيقه، لان هذا الشيء مسؤول عنه باش اكبر اني بمعدلي بالبوينت بالدرجه من قدي من كليه كليه، فكنت ما اضيع هالثانيه. من كنت اقرا اسئله وزاريه لا تقولوا وانا تاخذ ايام واوقات هوايه، لا اني بغضون ساعه، صدقوا ساعه انا مخلصه 3 سنين من الاسئله الوزاريه، وانتم قيسوا بحيث امل. منار انت مخلي اسبوع، معقول اسبوع ضبط تكملي بالماده؟ اقل بيوم او يومين او يوم ونص اني مخلص المنهج، هذا اليوم او اليوم ونص اقرب الاسئله الوزاريه واختمها، هي ظلت بعد ها هي بعد اكتفيت اني، حسيت نفسي توب انتقل الماده الاخرى وبهاي الامور، وكملت على هالوتيره كلها كل المواد. بالنسبه للمراجعه المركزه وصلت تقريبا اني نص الخامس مخلص المواد كلها، رجعت على يا ماده ما قد مراجعة ثانية، انتبهوا، رجعت على يا مادة أنا مو زينة بيها، يا مادة أنا ضعيفة بيها، رياضيات كانت تكامل
بديت اقرا تكامل شوي اركز عليه اكثر، بس ما اقرا شو اسمه بالكتاب، لا اراجع مجلة جديد، لا اشوف الوزاري، اشوف اعرف حلاني وحدي زين، يا ما داني مو زينه بيها عربي اروح اشوف الاسئله الوزاريه من العربي او اقعد استل بيهم بهذا الشكل ماشي. عربي انجليزي رياضيات نص ونص فيزياء، دني المواد راجعتهم اكثر من مره، اكثر من مره راجعتهم، في الانجليزي 3 مرات راجعته، الفيزياء راجعتها مرتين، العربي مرتين، رياضيات مرة ونص شوية، هيش الشي يعني، بحيث يعني شلون نقول بيوم الامتحان أنا ساخنة ما أعرف شقرة، أكيد أكون خوف أكون توتر، بس ساخنة ما أعرف شقرة، إنه تعبت ومليت من كل شيء، أحس نفسي دماغي راح ينفجر ويطق المعلومات، ليش؟ لمرة التركيز، فمن تقرون أقولك إنما آخر مرة. المراجعة المركزة كانت لكل أستاذ، بس أنا مو كل مراجعة مركزة أخذتهم، يعني مثلاً ذهب لمصر عقيل قرأتها، أستاذ ماهر مراجعته، مهندس سوداني كذلك، بس بقية كلها وزاري، هذني قدرت أحصل عليهم صراحة والله، البقية ما قدرت أحصلهم، وبالأخير أحسن لأنه بس وزاري يا دوب كملته. المراجعة المركزة تقريبا يعني في يوم الامتحان يبقى عندكم يومين أو خلي لكم يوم أقرأ بها المراجعة المركزة، تشمل كل الكتاب تقريبا، أوكي؟ بقيت تفتح كتاب، ليه ما لحق كتاب 8 فصول أو 6 فصول ألاحق أكمله باليومين أو كذا، دماغي يتوتر ويشوش، فقلت أقرأ هاي المراجعة المركزة، وبالأحرى والله كنت أفتح مراجعة مركزة ألقاها نص الكتاب، والله نفس الكتاب، فش أسوي؟ كنت أروح أقرأ أسئلة وزارية، أختبر نفسي بالوزارة وأحس نفسي بالامتحان وكذا. فأتمنى هالأفكار كلها يعني أنا إن شاء الله قلتها لكم بهذا الفيديو، صدقوني هاي الأفكار تقريبا كل الطالب يمر الظروف، كل الطالب يمر بكلام محبط من أهله من أصدقائه من مدرسينه، هو عايش 3 سنين ما أعرف إيش قد بالسادس، كل هاي الأمور يعني تصير لكل طالب، بس أهم شيء أنتم تستسلمون، لا تردون الناس اللي تحكي عليكم، حاولوا إن أنتم بس تستمعون، أكيد أنتم راح تتضررون من داخلكم وتبتشون وهاي الأمور، بس حاولوا تكونوا أقوياء، وحاولوا إن أنتم ما تردون بكلامكم، حاولوا إنه معدلكم هو اللي يحكي بعدها، أوكي؟ خلوا بالكم تعب أهلكم، خلوا بالكم إنه أنتم تعب سنين كلها ومدرسيكم ينتظروكم. تفتخروا بنفسكم ان شاء الله من انتم تحصلون اللي تريدوا، ماكو شيء صعب صدقوني، يعني انا اشوف الطالب اللي قاري صدقوني 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 على مراحل كثيرة انا مجربتها الحمد لله والشكر، ايمانكم رب العالمين يخلوه قوي. شفت برمضان، شوفوا برمضان اكو عدة دراسات، اولا اكو دراسة وطالب يقرأ الفطور، يقرأ يعني شلون نقول يقرأ ليل ونهار، يعني يقرأ ليل ونهار بس اكو استراحات وبريكات، اكو طالب يقرا بس بالليل، اكو طالب يقرا بس بالنهار حسب. برمضان كنت من افطر اقرا يعني اخذ ساعه استراحه، بعدها ابدي اقرا لحد السحور، بعدها شو اسمه السحر مثلا، والمهم او هي فرصه الفجر اقعد، يعني خلي اقولكم بقى انا قبل السحور وأقرأ لآخر استراحة أكيد أيام النهار، صح كنت أتعب وأنا صايمة بس مع ذلك كان شوية آخر بريك وهالأمور يعني كانت ماشية الحمد لله، بعدها أنام الظهر مثلا، بعدها قبل فترة آخر استراحة ساعة كنت أقرأ قرآن، كنت أمارس حياتي الطبيعية يعني أوكي، وبعدها ولا فطور وأنام بالعشرة لو بالدعش وأقعد ويا السحور تمام وهكذا أكمل، أنا أشوف هذا الوقت صراحة أفضل شيء. فدراسة برمضان هي شي تمام، وبالأخير إن شاء الله إنه أنتوا أشوفكم السنة الجاية بكلياتكم تتمنوها، وكل واحد محصل على قد تعبه على قد تعبه، فاتعبوا على موت تعب تلعبون بعدين، الطالب اللي يسوي اللي عليه راضي الله وضميره، أهم فقرة إنه راضي الله وضميره، ما يكذب على أهله إنه هو يقرأ أو يكذب على نفسه إنه هو يقرأ،
هذا الموضوع صعب، هذا مثال صعب، ما يخالف لا تستسلموا من أول محاولة، محاولة مرة ثانية. وأرجع أقول لكم إنه السادس كلش سهل، السادس حلو، فعيشوها كأنما حتعيشون آخر عمركم بهذه المرحلة. أوكي، إن شاء الله ما قصروا ياكم بأي شيء، وصدقوني يعني الطالب مهما كانت اللي مر بي، مهما كان هسا أي طالب أكيد بباله سؤال، بس صدقوني إن شاء الله هالإجابات كلها حاولت ألبيها، يعني لأنه ما أعتقد أكو أكثر من هذا الشيء. تمام، أكو طلاب يقولوا المنار إنه إحنا عندنا فصلين من كذا مادة وكذا مادة. شوفوا إذا أنتوا تشوفون الفيديو بشهر الخامس، يعني 3/5/4/5، فأنتوا عندكم وقت، عندكم وقت كلها تكملون نقصاتكم وتبدون 20/5 مراجعة. صدقوني على هالوتيرة، افتهموا زين الفيديو، افتهموا المعلومات اللي قلتها لكم، وإن شاء الله ما يضيع تعبكم وتحققون كل اللي تتمنوه يا رب.